تاريخ أهل البيت. تجدون في تاريخ أهل البيت تركيزا شديدا على اسمين. اسم علي واسم فاطمة صلوات الله عليهما. وتجدون في الخط الآخر الخط المناوئ. تركيزا شديدا ضد هذين الاسمين الخط الاخر كان يقوم بعمليه تهميش كبيره لاهل البيت صلوات الله وسلامه عليه كانوا يحاولون ان يبعدوهم عن الحياة، عمليات التهميش، عمليات التسقيط، عمليات الاباده، في التاريخ اكو هنالك مقطع عجيب يقول ان بعض الخلفاء العباسيين احدى العوامل بالذات هارون والمتوكل هذان من الخلفاء العباسيين الذين بلغوا درجات عجيبة من نصب أهل البيت وعداوة أهل البيت إحدى العوامل التي كانت تسبب هدر دم شخص أي يقتل أن يسمي ولده باسم علي إذا واحد ولد له مولود وسماه عليا كان يؤخذ ويقتل في ظل الحكومة العباسية طبعا هذا الاتجاه اتجاه التهميش والتسقيط والاباده هذا ما كان فقط في ذلك اليوم، وانما هذا الخط الذي بدأه بني اميه، بنو اميه، وبنو العباس، ومن قبلهم، ومن بعدهم، ضد اهل البيت، هذا الخط مستمر الى هذا اليوم، الى هذا اليوم الان، اكو هنالك قطاعات مجموعات ينصبون العداء لاهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين واكو هنالك عائله معروفه وبيدها القدره والمكنه الان لا اسمي هذه العائله وفي هذه العائله الالوف من الافراد ما اريد اذكر الرقة نقل لي أحد المطلعين أنه لا يوجد في هذه العائلة في رجالهم في أطفالهم ولا اسم علي واحد فد علي ماكو ولا يوجد في نسائهم ولا فاطمة واحدة على الأقل المشاهير منهم، المعروفون منهم، لا يوجد فيهم لا عليٌ ولا فاطمة. علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، على الأقل في منطقكم الخليفة الرابع. فاطمة صلوات الله عليها بنت النبي الأعظم صلى الله عليه واله. ولكن هنالك محاولة الغاء اهل البيت من كل مناحي الحياة. اهل البيت ما عندهم حضور لا في الجامعات، لا في المناهج العلمية، لا في المناهج الفقهية، لا في الاذاعات، لا في التلفزيونات، لا في الفضائيات، لا في كتب الرواية، لا في كتب التاريخ. الا مقدار اقل القليل هذا الخط خط التهميش وخط الالغاء الى الان مستمر اذا يتمكنون يقتلون اتباع اهل البيت يفجرون مراقد اهل البيت اذا ما يتمكنون يحاصرون اهل البيت o